تحديدا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث. نحن الان بمدينه الدار البيضاء، يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا المنزل يعني انهار البارح مساء. يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، منظر اللي هو مؤلم للغاية. حميد بقى عائلة تحت الأرض، بقى عائلة تحت التراب، ما عرفناش واش باقي حيين ولا ماتوا، وباقي واحد السيد قال لي مرة Şimdi başka bir şey.
هذيك راه فكره الشاطر قديمة. انا راه زايده هنا راه الا لله وانا اليه راجعون. ما شافوش بعينيهم ما حلوش بقلبهم. اما غادي يشوفوا غادي يحاولوا يدوزوا وغادي يشوفوني انا نحسن. ما عندي لا راجل لا ولاد حميد وشريت مشاهدينا الكرام. نعود نذكركم باللي مازال يعني ارواح هنايا تحت الانقاض. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما كتشوفوا المخلفات ديال يعني ديال الشلي صفات انه هذا المنزل هذو الناس ما كانوا ما بهم ما عليهم حتى اذا بهم انهم تفاجئوا راد عليهم هذا المنزل هذا. فإن لله وإن إليه راجعون. وكنتمنوا أنهم الوقاية المدنية يديروا أكثر من الجهد ديالهم باش يعني اللي مازال حي ينقذوه إن شاء الله وما يكون عنده حتى شي مشكل. زاد شحال من دار اللي عندك هنا في المنطقه ديال الحي محمدي درمويشري؟ الحي محمدي عندنا درمويشري هو النقطه الوحيده
الوحيده او الحي الوحيد العريق اللي هو المؤهل او الايل الصمون اللي يكون بزاف ايل الصمون كاين واحد تقريبا حوالي اكثر من 100 لان ما عنديش واحد اللي يديروا اكثر من 100 اكثر من 100 دار هنا اللي تقريبا هنا من الطبيعي راه الحي القديم الحي المحمدي كاع في الدار البيضاء ولا من اخر المغرب دمو يجري معروف الجهد ديالهم والان ها هما جايبين معدات يعني عاليه الدقه باش انهم يزيدوا يقلبوا على هاد الناس هادو هو غيهضر معاه سيدي هو غيهضر معاه
ضربتينا تهضر بها وسوس الحاله الشوشميه
كي صاحبنا هذا هو الفتح المباشر الثالث على التوالي في هذه الأثناء هذه منطقة الحل المحمدي غير مولاي الشريف انهيار مبنى. إذا المشاهدين الكرام مرحبا بكم مجددا في هذا الفتح المباشر. نحن الآن يعني غير مولاي الشريف كما كتشوفوا معنا الضحايا مازال الناس الوقاية المدنية يقلبوا عليهم يعني مشاهدينا الكرام كيف ما كتشوفوا معنا يعني كانوا مشتت او كما كنقولوا ما كانوش مشتت وانما رسائل ما بين يعني الساكنه وكذلك عامل عماله الحي المحمدي. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام لا عملية إخراج حي أو ميت الله أعلى وأعلم باقي مع الناس شي معطيات مضبوطة باش نكون فيها الحدث. إذا كان أثناء هذه الإخراج يعني المشاهدين الكرام كما كتشوفوا معنا في الفتح المباشر عملية للإستخراج